السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حزبة بيرما. اسمحوا لي أني أبدأ الحلقة بإني أشكر كل من عزاني في وفاة عمي الدكتور محمد أبو سكين. شاكر ليهم واجب العزاء. هو كان دكتور الغلابة، دكتور الغلابة الله يرحمه، ربنا يتقبله عنده إن شاء الله، ادعوا له بالرحمة. إحنا هنا أسرة، وأول صناعة في الدنيا يتقال عليها أهل الصناعة، وعشان إحنا أهل الصناعة فبنقول إن إحنا لازم بنتشارك فرحنا وبنتشارك حزننا. باسمي وباسم أسرتي بشكر كل من عزان. دكتور محمد وكيل وزارة الصحة الأسبق رحمة الله عليه. في حاجة مستفزة شفتها في ميتم الدكتور محمد رحمة الله عليه، والشيء بالشيء يذكر. يعني كان في تقليد أو عادة سيئة بتحصل زمان، ألا وهي المياتم، الشيوخ اللي في المياتم. كان في القرى أو في الأرياف بيحصل تباري بين الشيوخ بين العائلات في إنهم يجيبوا الشيخ فلان أو الشيخ علان. أنا فوجئت إن في مشايخ دلوقتي بياخدوا في الساعة 30 و20 و40 و50 و60 ألف جنيه في الساعة، في الربع، اسمه ربع كده، اللي بيقروه بياخدوا فيه 60 ألف. ومن المضحكات المبكيات يعني، أو المبكيات المضحكات، اتفاق الشيخ كان كالآتي: أولا 25 ألف جنيه في الربع، كأنه ربع مشكل يعني. الربع بخمسة وعشرين ألف جنيه لا ولا أنكت شامور ده، بما أننا في برنامج دواجن يعني، فهو كان عايز 25 ألف جنيه ويتغدى شامور ده. شامورده دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي فرخه بلدي، على كلامه بقى وعلى كلام الراجل اللي كان معاه اللي المفروض يتفق على المقاوله اللي هي ربع مشكل دي، على كلامه ان الفرخه الشامورد لا تكون صغيره قوي ونحيفه ولا تكون سمينه، يعني ما تبقاش مدهننه يعني، وتكون كمان ما بضتش قبل كده، يعني هو عايزها عذراء، عايز الفرخه اللي هياكلها بعد ما يقرا ربع المشكل، عايز فرخه عذراء يعني بكر. فوالله دي مهزله يعني. وانا بدعوكم من مكاني ده ان احنا نبطل هذه العاده السيئه. ايه اللي هيفرق الشيخ؟ اولا هو مش الشيخ عنتر الله يرحمه يعني، وايه هيفرق الشيخ ده عن ان انا شغل تسجيل؟ وهل يبقى من الأفضل إن أنا أدفع 25 ألف جنيه في واحد يجي يعمل لي ربع مشكل، ولا إني 25 ألف جنيه دول أطلعهم على روح المتوفي أديهم لواحدة غلبانة تجوز بيه يعني تجوز بنتها، لو ممكن اتنين كمان يعني، أوزعهم على اتنين كده، كل واحدة 12 ألف 13 ألف 15 ألف، يجوزوا بناتهم أفضل 1000 مرة. والله وكان صوته وحش بالمناسبة، هو القرآن جميل بأي صوت، القرآن جميل بس كان صوته وحش، وخد 25 ألف جنيه وفرخة شامورد عذراء لا هي نحيفة ولا هي سمينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الدكتور محمد سكين وشكرا للي عزونا فيه. من حزن لحزن مع فارق القياس، مصر كلها امبارح الساعة 11 ما قبل بعضها تقول، يعني كل واحد بيقول للتاني انا مش زعلان هم يستاهلوا، انا مش زعلان هم يستاهلوا، خلونا بقى نشوف مصالحنا. والله تمام، ده الكلام ده طبعا على ايه؟ على المنتخب. الاسبوع اللي فات قلنا والناس زعلوا مننا لما قلنا لهم ان الفريق ده شكله ولا هيكسب ولا هيعدي الدور اللي هو فيه، وان هو كان المرتين ثلاثه اللي فاتوا بيكسب بالصدفه، فالناس زعلت مننا وقالوا لنا انتوا بتحبطوا الفريق. احنا ما بنحبطوش ولا حاجه،
تعليق من امبارح لحد النهارده وانا بتفرج، لان انا يعني تقريبا ماليش في الكوره قوي، مش بفهم في الكوره قوي. انا بفهم ان الفريق بيلعب حلو، الفريق بيلعب وحش، انما حتى اسماء اللعيبه انا مش حافظها، بيلعبوا حلو بيلعبوا وحش الله اعلم بقى. لا، جزئيه بيلعبوا حلو بيلعبوا وحش دي انا فاهمها، احساسي بالماتش زي احساس اي حد طبيعي، بيبقى الفرقه بتلعب حلو او وحش، انما التقنيات والفنيات والحاجات دي انا حقا ما بفهمش فيها. فعشان انا ما بفهمش فيها فحاولت امبارح ان انا اسمع واقرا كتير عن المحللين اللي حللوا الماتش وقالوا ايه عنه. سمعت كلام كتير وقريت كلام كتير، بس اجمل حاجه سمعتها وهنقلها لكم دلوقتي. اجمل حاجه سمعتها ليه؟ لانها مش من واحد قاعد في استوديو مكيف ولابس بدله وكرافته وقاعد بينظر. انا حبيت انقل لكم النهارده حاجه مختلفه، حبيت انقل لكم نبض واحد مجرد مشجع عادي خالص. ده احساسه، اللي هو احساسي، اللي هو احساس الاستاذ المخرج والاستاذ المصور والساده الفنيين، ده احساسهم اللي قالوا، ده هو ده اللي احنا حاسين بيه من غير تنظير بقى ولا كلام كبير. نتفرج عليه او نسمعه، واعتقد اسمه مصطفى البنا، هو يوتيوبر بيتكلم بس في الكوره، بس بيتكلم فيها ببساطه، البساطه اللي احنا حابينها، حاجه تحرق الدم. يعني مش عايز اكون متجاوز لو قلت الله يحرق دمهم، حرقوا دمنا امبارح. نتفرج على استاذ مصطفى البنا وهو بيعلق على ماتش امبارح، اتفضلوا يا جماعه. انا قلت كده من امبارح، قلت لازم ننزل نخلص الماتش بدري. جات لنا تلات هجمات عم تريزيجيه ربنا يبارك له، عايز يحطها ما بين رجل الجون، ما بين شفه الجون، ما بين حواجب الجون، لا بيرمي في زاويه ولا بيرمي في اي نيله، لان كل واحد فيهم مركز في الحته بتاعته، كل واحد عايز يجيب جون عالمي. عايزين تحترفوا، الجيل ده مش بتاع احتراف، اقسم بالله الجيل ده مش بتاع احتراف. انتوا ضيعتوا الدنيا، انتوا عملتوا الدنيا اللي الواحد ما عملوش. حرام عليكم، حرام عليكم ماتش والناس جايه، واللي جاي من الساعه 4 العصر، واللي جاي من هنا، واللي جاي من هنا، واللي جاي من هنا، برضه تضيعونا من اول البطوله. قايل لكم الحظ في كره القدم ما بيطولش، الحظ في الكوره ما بيطولش، خليه الحظ في الكوره ما بيطولش. من اول البطوله لا عارفين نمسك نص ملعب ولا عارفين نعمل حاجه، جايبين له مدرب نص لبه ما يمسكش مركز شباب بهتيم. مين اجيري ده جايبه منين؟ جايبه من المكسيك، ده عليه اواضي. هلا ده عليه اواضي، هلا اللي انت جايبه ده حرام عليك، جايبينه ليه؟ واخد اغلى مدرب، اغلى مدرب في البطوله باخد له $80,000 ولا $90,000، في عز مدرب بروندي واخد $450. يا راجل حرام عليك، انت كنت تجيب علاء عبد العال، ما هو الاثنين بيعلقوا، الاثنين بيعلقوا لحد معلقوا لنا المشاري منهم لله. الناس جت واقفين في التوابير، والناس بتعيط في اخر دقيقه ولاعيبه ما عندهاش دم عشان الظلم. المحمدي اصلا انت واخد لي واحد المحمدي ده اصلا ما بيدافعش، حرام واخده ليه؟ واخده ليه؟ حرام عليك. الراجل من ايام حسن شحاته ما بيلعبوش ولا حسن شحاته. يا عم كنت تجيب لنا مدرب وطني، مشيت كوبر هات وطني. كوبر اه، شفت كوبر دلوقتي بقينا بنقول كوبر احسن من اجيري، والاثنين قال نسيتونا الكوره منكم لله، منكم لله خليتوا فرقه ما تيسو. يعني جنوب افريقيا لسه احنا اقوى منه، احنا اقوى منه، وقلنا لكم المغرب اتغلب، لازم نركز في الكوره. لكن ازاي؟ طارق حامد الله اكبر، ما فيش كوره بيظبطها اي حاجه، لازم نلعب يا جماعه. عمرو ورد برضه منزلنا عمرو ورد، يا اخي الظلم وحش، ما هو الظلم وحش، ما هو انت ليه لعيب يغلط يطلع بره، لعيب يتنيل يغلط بقى. حسام غالي لما تقدم وشتم اسامه نبيه مشيتوه، ما حدش وقف جنبه قال لك خلاص، انما لا ليه ابننا نحاجه عليه ويعمل انستجرام وليه؟ لو نص اللعيبه دي بعد ثلاث ايام هتلاقيهم في الساحل عادي خالص، بياخد الدرينك بتاعه على البول وياخد البتاع، واحنا يتحرق دمنا مفيش مشكله. منتخب هيبقى فين ايام جيل 2006 و8 و10 اللي العيال كانت بتنام من 8 بالليل، والعيال اصلا كانت بتلعب للكوره، العيال نصها كان بيلعب للكوره، لكن احنا ظالمينهم، لان احنا اصلا ظالمين نفسنا اقسم بالله. الفرقه دي خساره فيها الجمهور، خساره فيها الناس دي. وانت يا عم صلاح ربنا يبارك لك يا ابني، انت ركز مع منتخبك، ركز قصدي مع فريقك، احنا منتخب بيضيع الدنيا. احنا المفروض اتحاد الكوره النهارده يطلع يقدم استقالته، ده اقل واجب، ده اقل حاجه، واجيب مدرب وطني يشتغل من تحت. اقسم بالله حرام اللي احنا شفناه، نسيتونا الكوره، نسيتونا الكوره، حرام عليكم. وعم المحمدي لا بيرفع كوره ولا بيتنيل،
يا اخي طول 90 دقيقة ما بترفعش. ايمن اشرف بقاله سنتين ما بيلعبش مكانه، جبته وخدته. طب انت كان عندك لعيبة تانية يا ابني، خده وجرب منك لله. الشناوي ربنا يبارك له شايل فوق الست جوال، لكن ليه؟ خلاص لازم كرة تيجي في ثانية تموت الدنيا. جبتوا لنا غلطة، جبتوا لنا غلطة في الدماغ. الله يحرقه، الله يحرقه، وبق الواحد يتسلخ من كتر الكلام في الماتش اللي احنا شايفينه. اكلم مين انا؟ اكلم مين وفلوس الماتش ده عند مين؟ حرام عليكم، حرام عليكم، اقسم بالله. نص اللعيبه دي عندها تسلخات في بقها، مش قادرين يجوا. انت عبد الله يا سعيد، ما هي الفلوس خلاص، الفلوس تقلتك، الفلوس تقلتك يا عبد الله. سيبك ومنزل لي وليد سليمان اخر ربع ساعه، والواد احمد علي، احمد علي بتنزله في ماتش زي ده بتكشفه ليه يا عم؟ بتكشفه انت بتلعب مروان محسن من اول بطوله، محدش كلمك. حرام عليك يا ابني، انت جيت لنا منين؟ اقسم بالله يا جيري، انت تتحاسب دلوقتي باسم الخليفه وتاخد 30 قلم، وما تاخدش قرش مننا، لانك انت حرقت دمنا. والناس اللي جوه دي انا مش عارف اقول ايه، ما انا مش عارف. ما هي الجماهير، ما هي دي الجماهير، ما هو نص الجماهير جايب دعوات. فين الجماهير بتاعت زمان اللي كانت بتشجع وكان اللعيب اللي يغلط يتشتم؟ انما دي جماهير ايه؟ جماهير ماسكه وصفاره عليها العوض. والله اجمل اجمل كلام سمعته عن الماتش، وكلام هو بيعبر عن نبض واحساس كل مصري بسيط طبيعي، لاننا زهقنا من التنظير. هو الكلام اللي قاله استاذ مصطفى البنا ده، جبتوا لنا الجلطه، جبتوا لنا جلطه. فربنا يعافينا يا رب من اللي بيحصل ده. وانا تضامنا مع الاستاذ مصطفى البنا بقول لو سمحتوا يا اتحاد الكوره بتاعنا، يعني لو سمحتوا استقيلوا بقى، احنا زهقنا منكم، يعني احنا زهقنا منكم وما عدناش عايزينكم. استقيلوا، استقيلوا يرحمنا ويرحمكم الله. عندنا مشهد حصل برضو اليومين اللي فاتوا، اول امبارح تحديدا، يعني غلاء البنزين والسولار والغاز، كل الحاجات دي كده على بعضها غلت مرة واحدة تقريبا بنسبة 20%. عشان أكون صادق معاكم وبدون إفراط ولا تفريط، في حاجات إحنا مش ملمين بيها قوي. القيادة السياسية بيبقى قدامها حاجات معينة شايفاها إحنا مش بنبقى شايفينها، بس في نفس الوقت برضو في حاجات احنا بنبقى حاسين بيها القيادة السياسية ما بتبقاش حاسة بيها. عشان كده فان كان القرار اللي بيتخذ بغلاء البنزين والسولار والغاز ده فيه اهمية، هو اكيد فيه اهمية، يعني مش هيتخذوه كقيادة سياسية كده يعني، بس لازم يحصل يا جماعة نوع من التوازن، لازم يحصل نوع. حتى وان كنا غلينا البنزين ال 92 وال 95، كنا سيبنا ال 80 اللي هو بينقل البضائع من مكان لمكان، كنا سيبنا السولار، ما كانش لازم يعني السولار يغلى. انا عايز اقول ان بمجرد ما اعلن الخبر السلع كلها زادت، وبعدين المفروض السلعة اللي يقدر نقلها مثلا ب 2% ولا 3% وتزيد بهذا المقدار، لا السلعة زادت بعشر أضعاف المقدار. يعني هتبص تلاقي كل سلعة عندك في مصر النهاردة بتزيد 20%. طب إحنا كشعب الموضوع الضغط بقى زايد علينا، يعني إحنا ولا عدنا هنتجمهر، ولا عدنا هنتظاهر، ولا عدنا هنصور، ولا عدنا هنعمل أي حاجة، بس إحنا ممكن نتكتم، يعني يجي لنا كتمة، يجي لنا ضغط، يجي لنا سكر. ما انتوا هتضطروا تعالجونا برضو، يعني احنا لما يجي لنا امراض الدنيا كده من الاسعار اللي بتزيد علينا دي ودخولنا مش مستحملاها، حتى دخول الناس الكويسه، الطب مش الكويسه يعني كويسه، قصدي الكويسه يعني اللي دخولها كويس، دخول الناس الكويسه ما بقتش توازي الزيادات في الاسعار. زياده بنزين 80 والسولار وانبوبه البوتاجاز ده عبء كبير علينا كمواطنين. فلازم يبقى في حالة من التوازن بين المصلحة العليا وبين مصلحتنا احنا الدنيا، يعني ما احنا عندنا مصلحة دنيا وفي مصلحة عليا للدولة، فاحنا عايزين نعمل توازن. الرجاء القيادة السياسية، الحكومة، رئيس الوزراء يعمل توازن بين المصلحتين العليا والدنيا.
عندنا في مجال الدواجن حاجة شبيهة بكده برضو، لما أسعار الخامات تقل المصانع كلها تتلكأ في إنها تنزل سعر طن العلف، والأسعار المكونات لما تزيد تلاقي المصانع فورا بيتباروا ويتسابقوا مين يزود قبل التاني، مين يزود قبل التاني. ومناسبة الموضوع ده، بمناسبة إن أسعار الخامات بتقل فعالميا يعني، فياريت أستاذ ياسر النجار بورصة الأعلاف، المسؤول عن بورصة الأعلاف، ياريت يبلغني بأسماء المصانع اللي تلكأت وبتتملكة وبتتدلع ولسه ما نزلتش أسعارها. يا أستاذ ياسر يا نجار، المصانع اللي لسه بتهزر وما نزلتش أسعارها، ياريت حضرتك تبعت لي بيها رسالة عشان نقول للناس يا ناس بلاش المصانع دي، بناقصها يعني، اللي خلقهم خلق غيرهم، اللي خلقهم خلق غيرهم. ملف كنا فتحناه على مدار حلقتين، الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، العقود المؤقتة أو عقود المعلمين المؤقتين. اتكلمنا في الموضوع ده على مدار حلقتين، والنهاردة هيبقى المشهد الأخير في الموضوع ده. المشهد الأخير، وأنا قبل ما هستعرض معاكم المشهد الأخير في الموضوع ده، حابب ألخص لكم للي مش متابع وللي مش عارف القصة في دقيقة أو دقيقة ونص. باختصار، مسابقة عملتها وزارة التربية والتعليم، المسابقة دي طلبت فيها مدرسين لأن هي عندها عجز، تقريبا العجز 70,000 مدرس، فالوزارة عندها عجز، طلبت مدرسين. تقدم لهذه الوظيفة تقريبا 150,000، 150,000 صفوا على 70,000، 70,000 صفوا على 36,000 بعد ما تغربلوا غربلة غير طبيعية، وبعد ما أجري عليهم اختبارات قاسية جدا، وبعد ما طلب منهم مستندات كتيرة جدا. الشاهد من الموضوع إن الجماعة صفصفوا على 36,000 متعاقد مدرس متعاقد في وزارة التربية والتعليم. كده في مشاكل؟ لا، الحمد لله لحد كده تمام، ما عندناش أي مشاكل. أجري على المدرسين اللي تم قبولهم، اللي هم 36,000 دول، تم تدريبهم واتصرف عليهم وخدوا دورات لحد ما بقوا مؤهلين لأن هم يبقوا مدرسين. الجماعة اشتغلوا شهرين، السادة الأفاضل المدرسين اشتغلوا شهرين، وبعد الشهرين اتقال لهم يا جماعة كل واحد على بيته لو سمحتوا، عشان احنا عايزين نرش مية بقى قدام الايه، قدام المدارس كده، فكل واحد يطلع على بيته. العقود انتهت، وانتم كنتم مؤقتين وعارفين انكم كنتم مؤقتين. المدرسين طبعا ال 36,000 دول لما جم يمضوا على العقد، انا بختصر لكم القصة، لما جم يمضوا على العقد محدش فيهم ولا بص في عقد ولا بص في معقدش، هو عايز يعني يتعين ب 1000 جنيه حزينة، حزينة 1000 جنيه 1100 جنيه حزينة في الشهر، يعني حاجة و30 جنيه في اليوم، اقل من اقل مرتب ادنى حد ممكن يشتغل في اي وظيفة. المهم 1100 جنيه ما بصوش في العقد، مضوا عليه. أتاري إيه؟ أتاري العقد مكتوب إن أنت حد مؤقت وإن أنت في أي وقت يتقالك مع السلام. المهم المدرسين دول، عشان ما طولش عليكم، في اللي فات أنتوا أكيد سمعتوه مني قبل كده، المدرسين دول لما تقال لهم يا جماعة كل واحد على بيته، بيتك بيتك يعني، المدرسين دول بدأوا يصوروا، يصوروا بكل أدب وبكل احترام، وكانوا نموذج محترم محترم للتظاهر، يليق بيهم كمعلمين. قدموا على طلب انهم عايزين يعملوا وقفة، وفعلا راحوا عملوا وقفة، وقفوا قدام مجلس الوزراء، ووقفوا قدام مجلس الشعب، وكذا وكذا وكذا.
طلع الوزير في تصريح مؤتمر صحفي ورد انا الحلقه اللي فاتت عرضته لحضراتكم وقلت ان احنا هنناقشه شكلا وموضوعا، موضوعا تفاصيل اللي احنا انتقدناه فيها وقلنا له لا حضرتك كده مش صح، حتى لو كان ما عندكش الاليه او الامكانيه ان المدرس ده يتعين فهو ليه يعني يبقى مؤقت لمده شهرين؟ ليه ما يبقاش سنتين يعني؟ يعني ليه العقد بتاعه ما يبقاش مده سنتين؟ ليه مده شهرين وليه يتصرف عليه كل هذه المبالغ ويتبهدل كل هذه البهدله وفي الاخر ما يشتغلش غير شهرين بس ويتقال له مع السلامه؟ وقلنا له يا معالي الوزير ده في اهدار لفلوس البلد وفي عدم مصداقيه وفي وردينا على كلام معالي الوزير تفصيلا، بقينا نجيب جمله الوزير ونرد عليه، جمله الوزير ونرد عليه، وكنا مستائين كمان من طريقه الوزير اللي عرضناه تصريحه المرة اللي فاتت والمؤتمر الصحفي بتاعه، كنا مستائين جدا من اللغة اللي كان بيتكلم بيها وهي لغة فوقية ولغة فيها تعالي على الصحفيين وعلى الإعلاميين وعلى أولياء الأمور وعلى المدرسين وعلى كل من كان، وهو وزير يعني هو بيتعالى وهو وزير. وعشان أكون بكيل بمكيال واحد ومش بكيل بمكيالين، الجماعة اللي راحوا قابلوا الوزير بقى في تظاهرتهم طلع الشخص المسؤول اللي فوضوا المعلمين لأنه يتكلم باسمهم، طلع وتحدث بعد ما قابل الوزير تحدث بلغة غريبة جدا. وأنا يعني مش معقول هنتقد الوزير ومش هنتقد الأستاذ اللي طلع اللي كان المفروض إن هو بيتكلم باسم المدرسين وكلمهم بطريقة برضو مش حلوة. طب ده وزير وبيتعالى بحكم وظيفته، ماشي يا جماعة، يعني وإن كان غير مقبول تعاليه، بس إحنا بقى مننا في بعضنا نتعالى على بعضنا؟ أنا حابب معلش اخد كلام الاستاذ اللي كان مسؤول عن ان هو يتكلم باسم المدرسين وبعد ما نسمعه ونشوف اللغه اللي المفروض ان واحد مننا بيكلم بقيتنا زملائه بيها، لما نتفرج عليه هرجع تاني اعلق عليه في دقيقه او في دقيقتين. اتفضلوا يا جماعه بعد اذنكم. هو الراجل بيقول انا واخد كارت اخضر، انا واخد كارت اخضر ان انا انفذ اي حاجه، قال لك انا جاي اعدل قوانين، انا جاي اعدل قوانين مش جاي انفذ قانون. احنا هنعمل ايه؟ انا ما كنتش داخل اتفاوض، على فكره احنا ما كناش داخلين نتفاوض يا جماعه، انا اتفاوض مع حد انا قده. اتكلم ازاي؟ هفاوضه على ايه؟ احنا هو قاعد مكان ما تهزلوش وقال لك انا ما بتلويش دراعي، هو قاعد ما تهزتلوش شعره. كان قاعد كده ما تهزتلوش شعره ولا كانه اي ولا كاننا اصلا موجودين. اتكلمنا على حوار النواب، قال يا جماعه النواب مش هيعملوا لكم حاجه. قالوا والله يا بنفس الكلام كده، قال النواب مش هيعملوا حاجه. قلنا له ازاي؟ ده في 60 طلب احاطه متقدم وفي 15 بيان عادل والنواب بتوعكم مش هيعملوا حاجه. قال الهام عجينه، قالها كده ببقه الهام عجينه، بقى بيرد على تليفوناتكم. سكتنا. قال لك الهام عجينه جه اتكلم معايا فهمت وضعكم وراح قال خلاص يعني ما بقاش يرد عليكم. مرتضى العربي عمال يطمنكم، قلنا له قال خلاص خليه يطمنكم، ما هو برضه عارف الكلام. ننسحب او ما ننسحبش مش هتفرق معاه، احنا ننسحب او ما ننسحبش دي مش هتفرق معاه. انا بالعكس انا جبت لك معلومه هتحصل، انت معلش في دلوقتي اتحركت نزلت او ما نزلتش، طلبت بالتجديد او ما طلبتش بالتجديد، خلاص الناس اتخذلت او وهتنزل ولا مش هتنزل، خلاص مفيش مشكلة. لكن انا بتكلم دلوقتي ان انا بتكلم فيه دلوقتي ان انا عرفتك الواقع اللي هيحصل او عرفتك الموضوع اللي هيحصل، وده اللي كان اخرنا نعمله، ده اللي كان اخرنا نعمله. احنا داخلين بنتكلم معاه عرفنا منه اللي هيحصل وايه الجديد وايه اللي هيتم. بس بالنسبة انا ليه هعمل ايه؟ انا لحد دلوقتي مش عارف انا هعمل ايه والله.
اقسم بالله انا ما نمتش بقالي 3 ايام بسببكم وبسبب الكلام اللي انتوا عاملين تقولوه. احنا لا مضينا عقد ولا شربنا شاي بالياسمين زي ما انتوا بتقولوا، ولا هو ضحك علينا في الكلام ولا اي حاجه. انا عايز اقول للي بيتكلم او اللي بيشتم او اللي بيدعي وبيتحاسبن، انت لو كنت مكاني ما كنتش هتقول اكتر من اللي انا قلته ده لو انت كنت هتقدر تقوله اصلا. وخلوا الناس هتضحك عليك، ودلوقتي عاملين يقولوا هنلم فلوس ونرفع قضيه، وهو بيقول لك انا موقفي قانوني. حاسس بقيمتي كانسان وانا قاعد معاه؟ انا قاعد مع واحد مسؤول، وهو معلش في الكلام ده اللي معاكني على 36,000 واحد. انا قاعد عايز افهم منه، لكن انا مش داخل اتفاوض معاه. اللي ده اللي طلع عمال يقول لك ضيعتونا ومش ضيعتونا، جبت لنا اي سي دي ال مش جبت لنا اي سي دي ال، هو ده اللي كان هيحصل. لكن معلش في الكلام، ما تجيش تطالبني وانت قاعد في البيت تحت المروحه. احنا كنا 100 واحد اتسلقنا في الشمس ومحدش جه، فانا ما دخلناش جوه لا شربنا شاي بالياسمين ولا خدنا فلوس ولا بناخد منكم ولا شغالين عندكم لا. وكان اي واحد من المية كان قال انا عايز ادخل كنت اقول له اتفضل، ما كانتش فارقه معاه خالص. يعني ما دخلتش جوه، ما اتصورت معاه ولا خدت منصب في الوزاره، لان في كلام كتير قوي وهري الناس عماله تقول مش عارف عملته ايه وخدته ايه. هو نفس الكلام اللي قاله هو اللي هيطبقه هو اللي هيعمله، ولا غيرته اي حاجه. قاعدين في المراوح، قاعدين تحت المراوح، قاعدين في بيوتكم زي ما انتوا، ولا فارق معاكم اي حاجه. خلاص ما تجوش تحاسبونا، انزل يا اللي مش عاجبك كلامي، انزل يا اللي مش عاجبك كلامه، انزل براحتك. لكن ما تقعدش تقول لي مش عارف ايه واعمل ايه واروح فين واجي منين، براحتك. انا ما بقول لو دخلت جوه اتضحك عليكم، مش عيال صغيره، احنا مش عيال صغيره. وهو على فكره الراجل كان بيتكلم بكل احترام وكل ادب، وبيتكلم كلام، بيتكلم كلام منطقي، بيرد عليك بالمنطق، بيتكلم كلام منطقي بحجج وبراهين. وبعدين ده معاه كارت اخضر بيقول لك انا داخل، انا معايا، انا داخل اعدل قوانين عشان اصلح المؤسسه التعليميه. انا هادي على فكره وعليه الصلاه والسلام، مفيش اي حاجه، بس الكلام والهري والرسائل. انا جاي في الطريق من مصر لحد السويس، عمال اقول يا رب اوصل بالسلامه. حسبي الله ونعم الوكيل ليه؟ تيت حاسب فيا وتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، ولا ايه ضيعتنا ومش ضيعتنا؟ انا مش شاغل بالي باللي بيتقال. انا لا عمري كنت طالب ابقى كبير ولا طالب ابقى زعيم ولا طالب اي حاجه. ويسالوا الناس اللي معايا في الجروب يا جماعه فوق عشان محدش يضحك عليكم، والله 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 موقفنا غير قانوني، ومفيش محامي. لو جبنا مرتضى منصور نفسه اللي عاملين تقول هنجيب مرتضى والم 50 والم 100 ومقدم اتعاب وهنعمل توكيلات وهنعمل مش عارف ايه، وادوني تفويض، بتضحكوا على نفسيكم، والله العظيم بتضحكوا على نفسيكم. قضية ايه؟ هو الراجل قال لك انا موقفي قانوني، الراجل كان قاعد مطمن 100%، بيقول لك انا موقفي قانوني. كنا بنرد عليك كلمة بكلمة، كان الكلام اللي بيقوله كان هو كان بيرد علينا بصراحة، وكان رده كان مقنع. انا مش بقول انا اقتنعت واتضحك عليا، لا هو بيرد عليك بالدليل، بيقول لك انا فيها كذا كذا، طب احنا عايزين كذا، لا والله ما ينفعش. وانا مش داخل اتفاوض معاه المرة الالف، بقولها لكم انا مش كنت داخل اتفاوض، مش داخل اتفاوض معاه، مش داخل. انا مش ندي ليه، انا لا نقيب مثلا ولا مثلا نايب ولا وزير ولا ليا اصلا رتبه، وانا داخل اتفاوض. هو راجل بيحط قرار، هو راجل صنع قرار جوه الوزاره. انا انزل تاني ولا لا؟ دي حاجه بتاعتي انا بقى، انا تعبت من الموضوع ده. اللي ينزل ينزل، واللي ما ينزلش ما ينزلش، براحتكم يعني. مش هتكلم عن النزول عشان الناس اصلا مش عارف، ويعني واتكلموا الكلام جميل قوي على الفيسبوك، كلام حلو قوي. انت تخش على الفيسبوك تلاقي الناس نازلين ومش متنازلين، وبنعمل السندوتشات وجهزنا اليوفط وعملنا كل حاجه وجبنا صور الرئيس وهنعمل وهنسوي، وتيجي الصبح ترن التليفون مقفول، فكله بيدور على مصلحته. فانا مش هسمح لحد تاني ان هو يشتم، ولا هسمح لحد تاني ان هو يدعي عليا، ولا يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هتحاسبن عليا او يتكلم عليا، مالكوش دعوه انا هنزل تاني ولا لا، محدش ليه دعوه بيا. اللي عايز ينزل ينزل، الشارع مفتوح. ما تقعدش تحت المروحه وتعلق لي على الفيسبوك وتكتب لي احنا كنا هنعمل ونسوي، وانت قاعد تحت المروحه وقاعد تحت التكييف وعمال تقول لي هنعمل ونسوي. لو كنا نزلنا واحنا كنا عايزين راجل ينزل وراجل يتكلم، لا كنا رجاله واتكلمنا في كل حاجه وردينا عليك كلمه بكلمه، والراجل احترمنا واحترم راينا واحترم كلامنا. لكن انت ما كنتش تعمل نص اللي احنا عملناه. اللي شايف نفسه كان نزل، كان جه قال انا هخش، انا كنت اقول له اتفضل، كانش عندي اي مانع. عايز فلوسك روح خدها. الضامن، اي حد بيسالني على ضامن، انا يا جماعه مش انا اللي بحط القوانين ولا انا بشرحها، انا بقول انا جيت بنقل لك الصوره اللي حصلت جوه.
احنا كنا قاعدين في اوضه جوه، فانا بنقل لك الصوره، بنقل لك اللي حصل جوه بس. لكن انا ايه الضامن؟ الضامن ربنا ان شاء الله. بالنسبه للشعار بتقول ان دخلوهم هيتعمل لهم عقد جديد، بس دي حقيقه ولا لا؟ آه والله يا ريت، والله كان عامل لي عقد جديد، انا كنت همسح نفسي من الجروب خالص ومش هعرفكوا تاني اصلا. هتعمل لي عقد جديد وهعرفكوا تاني ليه؟ والله العظيم انتوا ناس غريبه. بيقول بلاش نزول تاني، اللي عايز ينزل ينزل، مش عايز ينزل ما ينزلش براحته. هتشتمني ليه؟ انا عملت لك ايه عشان تشتمني؟ انا مش حدش منك ولا شغال عندك، انا بتكلم باسمك انت. اخترتني او ما اخترتنيش، كنت جيت قلت لي انا هخش، انا قلت لك، كنت اقول لك اتفضل، ما عنديش اي مشكله. انا عايز اي حد عنده سوستر تاني عشان انا هقفل خلاص. انا هقوم انام، بس انا عايز ارد على الناس كلها عشان ما حدش يبعت لي تاني. انا يا جماعه بقول ما حدش يبعت لي تاني، والله والله اللي عايز يسالني في حاجه او اللي عايز يسال عليا اهلا وسهلا على دماغي من فوق، لكن تبعتوا لي هنعمل ايه وهنسوي ايه انا ما اعرفش. انا ما بقولش لحد ينزل، اللي عايز ينزل ينزل، مش عايز ينزل الشارع ده بتاع المصريين كلهم. انزل بقى، روح الكورنيش، روح امشي على البحر براحتك، زي ما انت عايز تمشي امشي. انتقدنا الوزير ونائب الوزير. طبعا هو معظم كلام الأستاذ المتعاقد بيحكي قصة لما دخل قابل الدكتور محمد عمر نائب الوزير. احنا انتقدنا الوزير وانتقدنا نائب الوزير لأن اللغة بتاعتهم كانت فيها قسوة وفيها شدة وكذا وكذا، وهم ناس يعني هم ناس مسؤولين وعليهم ضغوط أكيد، وفي حاجات هم عارفينها احنا مش شايفينها، وفي حاجات بيعملوها غصب عنهم. طيب احنا انتقدناهم والضغط ده كله عليهم، طب احنا يعني ياللي مش مضغوطين قوي، ليه تبقى لغة الكلام بتاعتنا كده؟ زي ما الأستاذ المتفاوض اللي كان بيتفاوض باسم المعلمين كانت اللغة بتاعته كده. قبل ما أكمل هقول إن إحقاقا للحق دول 7 أو 8 دقايق من لايف هو كان عامله لمدة 51 دقيقة، وإحقاقا للحق برضو إن هو في اللايف ده رد على كل الناس وقال لهم إيه اللي حصل بالظبط في مقابلة نائب الوزير محمد عمر، الدكتور محمد عمر رد عليهم. بس أنا مش مشغول قوي بالرد اللي هو رده، أنا مشغول بالطريقة اللي هو بيرد بيها. مش عجبانا طريقة الوزير، نطلع نبقى نتكلم بطريقة أصعب من الطريقة اللي كان بيتكلم بها الوزير مع أصدقائنا. طبعا هو أكيد أكيد كان مضغوط، وأكيد ناس كتير بيتصلوا بيه، وأكيد هو فوجئ جوه في المشهد الوزاري بمشهد جلل، يعني ممكن يخليه يقلق شوية. عايز أقول لكم في المشهد ده، وصدقوني أو ما تصدقونيش، إن 51 دقيقة دول أنا اتفرجت عليهم امبارح 3 مرات، يعني 3 مرات أتفرج على 51 دقيقة. وتصدقوني او ما تصدقونيش، انا كنت ببكي والاستاذ بيتكلم، ببكي لاني حسيت في لغته كلها وفي حواره كله بانكسار وانهزاميه وفقدان للامل. شاب كان ممكن يعني انا عايز اقول برافو معالي نائب الوزير محمد عمر، هذا الشاب المدرس اللي زمايله فوضوا او طلع يتكلم باسمهم، كان ممكن في يوم من الايام يبقى مشروع قائد، لان هم اتلموا حواليه وهو بقى بيتكلم باسمهم، فكان ممكن من الايام يبقى مشروع حد كويس ويبقى قائد وحواليه مجموعه يسمعوا كلامه وكذا. حضرتك اجهضت هذا المشروع بتاع القائد. إذن إن إحنا أي حد بعد كده بنولد فيه الروح الانهزامية والانكسارية. الراجل في كلامه بقى اللي إحنا شفنا منه جزء، وفي كلام كتير من اللي هو قاله، هو عنده حق، هو أنا مش ندي ليه، أنا مش يعني كلام كله تحس فيه بالاستسلام،
خلاص الراجل استسلم، والوزارة وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة غيرها يعني في مصر العامرة في حل المشاكل بيبقى عندهم كذا طريقة كده. أول حاجة بيبقى عندهم خط 1 2 3، أول حاجة النفس الطويل، يعني أول خطة بيعمل يعني أول بند في الخطة يقول لك إحنا خطتنا النفس الطويل. مين هيزهق الأول، إحنا ولا هما؟ طبعا أكيد اللي بيزهق الأول، اللي بينزل كل يوم من بيته ويسافر ويروح يقف في الشمس وكذا وكذا، أدي أول حاجة. تاني حاجة العصا والجزرة، العصا والجزرة، شوية إرهاب على شوية كباب، يعني لا نشكك في أحد، بس بنقول إن ساعات يرميها لك كده إن ربنا يسهل وإنت إن شاء الله هتبقى للمتفاوض، يعني هتبقى إنت في المقدمة وفي الصدارة، فتخليه المتزعم القصة يتراجع شوية. وساعات ممكن أخوف بطاقتك، لا صورها، لا اعملها، لا وكذا يعني. فالإرهاب سهل برضو في معالجة الدولة للمشاكل اللي ممكن نتعرض ليها. عايز أرجع للروح الانهزامية اللي اتكلم بيها أخونا المدرس، وروح الانكسار اللي اتكلم بيها، اللي أنا مستاء منها جدا، واللي وصلتني امبارح وأنا بتفرج عليه لدرجة البكاء، لأني كنت حاسس بيه، يعني حاسس إن هو يعني مقهور، ما عادش عارف يعمل إيه، ما بقاش عارف يعمل إيه. هما الولاد الشباب بـ 36,000 بيقطعوا فيه من حتة، وفي نفس الوقت هو فوجئ بالحقيقة المرة، يعني إن معالي محمد بيه عمر وكيل وزارة التربية والتعليم بما معناه يعني قال له هو ده اللي عندنا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه وفي أدخن حيطة، وأنا أصلا دكتور وجاي هنا شوية وماشي وعندي استعداد أمشي دلوقتي ومش لازماني الشغلة دي كلها. استوقفني برضو في كلام الأستاذ، طريقة كلام محمد بيه عمر نائب وزير التربية والتعليم على السادة النواب، يعني ايه يقول للمواطن اللي هو انتخب نائب، يقول له خلي النواب بتاعتكم تنفعكم، او النائب الفلاني بقى بيرد عليك، او النائب العلاني خلاص ما عادش هيعبرك او ما شابه. ده على كلام الاستاذ، على كلامه واللي هو قال فيه، قال لمحمد بيه عمر، قال له انا هنقل الكلام ده للمدرسين، قال له انقله. أنا بصراحة النهاردة المشهد الأخير في الملف ده بالنسبة لي الموضوع قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان. هنطلع فاصل صغير ونرجع من الفاصل نشوف بيرما وقصة بيرما ومشاكل بيرما وإيه اللي بيحصل في بيرما. فاصل يا جماعة ونرجع تاني. مليار و200 مليون فرخة، كل فرخة من دول محتاجة احتياجات غذائية معينة. في الحقيقة في أعلاف كتيرة محترمة وممتازة، بس لو عاوز فرخة تكبر بجد في 30 يوم بس، أعلاف النور والبركة حققت طفرة جديدة في التحويل بعلف نباتي 100% وبتركيبة غذائية متكاملة تضمن لك أفضل معدل تحويل، أفضل مناعة، أقل نسبة سموم، وأقل استهلاك للأدوية. وادي منتجاتنا أعلاف السوبر تسمين والبادي نامي والسوبر بلدي وأعلاف البياض وأعلاف الرومي وأعلاف البط. وما تنساش عندنا خدمات كتير قبل وبعد البيع، تطهير المزارع، استشارات تليفونية، إشراف بيطري، ندوات علمية، وتسويق المنتج النهائي كمان لو حبيت. النور والبركة، نحن متميزون في الجودة. انضم إلى شركاء النجاح معنا. شركة الدكتور سيد زكريا للأعلاف والدواجن، جودة تستحق التجربة.
تأسست شركة الدكتور سيد زكريا للأعلاف والدواجن عام 2000، وتتكون الشركة من 3 قطاعات رئيسية: قطاع الأعلاف، قطاع الأمهات والكتاكيت، قطاع التسمين. قطاع الأعلاف: في مطلع عام 2017 قامت شركة الدكتور سيد زكريا بإنشاء مصنع الأعلاف الخاص بها، والذي تم إنشاؤه على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال صناعة الأعلاف في العالم. قطاع الأمهات والكتاكيت: تمتلك شركة الدكتور سيد زكريا معمل تفريخ تم إنشاؤه عام 2007، مبنياً ومؤسساً على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. أما عن تربية الأمهات، فتمتلك شركة الدكتور سيد زكريا محطات عديدة لتربية أمهات التسمين لتقدم أجود أنواع الكتاكيت في السوق المصري. قطاع التسمين: كما تمتلك أيضا شركة الدكتور سيد زكريا مزارع لتربية دواجن التسمين، منها مزارع مخصصة لتجربة أعلافنا بشكل دوري قبل نزولها في السوق للاطمئنان باستمرار على جودة الأعلاف قبل وصولها للعميل. شركة الدكتور سيد زكريا للأعلاف والدواجن قاعدين في القمة ومطولين شوية. مجموعة سامي عايد للأعلاف والدواجن، مفهوم جديد للجودة. مجموعة سامي عايد للأعلاف والدواجن. ميزنا إن إحنا المصنع عندنا فول كمبيوتر من الصوامع للشكارة. مجموعة سامي عايد للأعلاف والدواجن تقدم منظومة متكاملة من أفضل أنواع الأعلاف في السوق المصري. بيرما أحد قرى محافظة الغربية، وهي القرية الأكثر شهرة في مصر في إنتاج الدواجن، والأقدم الأكثر والأقدم والأكثر عددا، واللي بسببها سمينا برنامجنا حزبة بيرما. وبيرما كان لها قصة وحكيناها قبل كده. بيرما بتواجه مشاكل كبيرة، وأهل بيرما اللي هم المشتغلين في صناعة الدواجن بيواجهوا مشاكل كتيرة. طبعا احنا قلنا ان في قرى في مصر كل قرية بتتميز بحاجة، في قرى بتتميز بالفخار، في قرى بتتميز بانها منتجة للبلح، وفي قرى بتتميز بانها في صناعات نسيجية وكذا وكذا. اما بالنسبة لبيرما فهي مشهورة قوي بصناعة الدواجن، بط والزورومي وفراخ، وفراخ أعمار صغيرة وكبيرة وكذا وكذا وكذا. في بيرما عندهم مشاكل، والمشاكل بتاعتهم ما بتخلص. ومن بيرما أستاذ محمد، أستاذ محمد نوار. أستاذ محمد نوار من الناس المجتهدين قوي اللي نفسهم حال البلد دي تبقى كويسة، حال بيرما تبقى كويسة، ومصر عموما في صناعة الدواجن تبقى كويسة. هو صحيح أستاذ محمد نوار مزهقني في عشتي، وبيضرب عليا في اليوم 10 مرات، وبيبعت لي حوالي 300 رسالة كل ساعتين ثلاثة. بس أنا رغم أنه هو مزهقني في عشتي، بس أنا سعيد، سعيد بأنه هو ما بيزهقش، وأنه هو مصر على أن بيرما دي تبقى كويسة، ومصر على أن هو وأصدقائه وإخواته يكون وضعهم أحسن، والعاملين في مجال الصناعة مصر أن هذه القرية تحافظ على تاريخها. وعشان كده أنا هكلمه النهاردة في التليفون، أسمع منه باختصار إيه أخبار بيرما وإيه مشاكل بيرما اليومين دول. أستاذ محمد نوار، يا ريت أستاذ محمد نوار معاي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. ازيك يا حبيبي؟ ازاي حالك؟ الله يخليك. اولا البقاء لله بعزيك في عم حضرتك. البقاء والدعم لله. شكرا جزيلا. شكرا. الله يكرمك واشكرك باهتمامك بنا كمربيين. صوتنا مش مسموع فعلا ان شاء الله، يعني املنا في ربنا كبير لان انت توصل صوتنا. توصل صوتنا باننا قريه الاولى في تربيه الدواجن، والاولى في تربيه البط والبلدي. فدلوقتي احنا بنعاني اللي من حاجه واحده بس، اللي هو قرار 70 منع تداول الفراخ الحية. انا كنت في اجتماع في الغرف التجاريه مع الدكتور عبد العزيز، مع الدكتور عبد العزيز السيد اللي هو رئيس الشعبه، تمام، مع الدكتور عبد العزيز السيد ومدير الطب البيطري. فكم حاجه اتقالوا كده، فالكم حاجه دول هيأثروا علينا احنا. ايه هما كم حاجه دول؟ قال لك البط مشترك ما بين البط، هو بيحمل في الونسه الطيور. يعني انت دلوقتي تلبسوا البط تهمه عشان مناعته عاليه، تقول السبب في انفلونزا الطيور؟ تمام. يعني البط يعني هو يعني السريح وقال في الاجتماع بتاع الغرفه المفترض ان البط كمان يدخل ضمن القانون 70 القرار. لا انا عايز بقى الناس اللي قاعده على الكراسي فوق دول، اللي هو نائب الوزير والوزير والناس المسؤولين اللي هم لو هم فعلا قد القرار ينزلوا يشوفوا الناس اللي بيتاجر في البط والناس اللي بيتاجر في البلدي الشرقيه وبنها المنوفية البحيرة جميع المحافظات، ينزلوا يشوفوا الناس دي كم، يعني كم اسره بيدخل لها دخل شهري من المهنه دي. صاحب المكتب بيدخل له دخل، احنا كتجار وتجار وموزعين بيدخل لنا دخل، السريح بيدخل له دخل. السريح دي اللي هو ايه؟ اللي هو حضرتك انت كنت جايب دلوقتي في البرنامج استاذ ومش استاذ. السريح ده بيبقى معاه شهاده، بيبقى استاذ وكده برضه. بس خالد معاك والله يا محمد، انا سايبك تتكلم، مديك الفرصه ان انت تقول اللي انت عايزه. السريح ده معاه شهادات عليا، معاه بكالوريوس ومعاه وفي دكاتره مشتركين في المهنه عاملين قطاعات. مش يعني بيحمل الدوله عبء وهو بيشتغل. مش بيحمل عبء على الدوله، يعني السريح هو بيك في نفسه ولا محتاج دعم من الدوله. كل اللي محتاجه نبعد العين علينا. العين علينا ازاي؟ العين دي جايه علينا ليه؟ جايه على البط ليه؟ هو البط ده لسه السنه دي داخل مصر؟ عايزين بقى تعرفوا الانفلونزا فعلا، شوفوا ايه الاساس اللي دخل الانفلونزا مصر. شوفوا الاساس، يعني احنا دلوقتي عندنا اكتفاء ذاتي من البط. تمام. عندنا اكتفاء ذاتي من البط، والحمد لله عرفنا نعمل بط بغال محلي نفس المواصفات للبط المستورد. تمام. وطبعا فرنسا دي بلد المنبع في الانفلونزا الطيور. تمام. طب ليه تستورد لبط من بره؟ ليه تستورد لبط؟ حاليا في استيراد بط يا محمد. حاليا في استيراد بط واثبتوا وقالوا في قلب اجتماع بنستورد 7 مليون بطاطا في السنه. لو جيت حسبت ال 7 مليون بطاطا في السنه هتيجي تلاقي 21,000 بطاطا بيتوزعوا في الشهر على كل محافظه. طب ال 21,000 بطاطا دول لو فيهم فعلا او منصبين او فيهم اي حاجه مش يضرونا احنا؟ هيضرونا احنا كمنتجين محلي. طيب يضر الفراخ البيضاء. طيب بص الرساله دي اللي هو مدير الطب البيطري اللي بيقول لك البط هو السبب في اساس الانفلونزا الطيور. محمد انت حكيت لي عن مشاكل كتير اكبر من كمان من قانون 70. ينفع استسمحك لان لضيق الوقت ولان احنا ممكن التليفون ما يكفيناش قوي ان احنا ناخد راحتنا في الكلام، استسمحك تكون ضيفي تحكي فيه مشاكلك ومشاكل بيرما ومشاكل السريحه الناس البسيطه. اهلا وسهلا بيك. اللي الدوله مش يعني اللي الدوله يعني يا سيدي يا سيدي معاك الحلقه الجايه، يا سيدي معاك الحلقه الجايه، قول فيها اللي انت عايزه، قول فيها اللي انت عايزه وهنسمعك وهنناقشك وصوتنا هيوصل وتتكلم باسم الناس اللي هي محدش شايف. مساعات الواحد وهو يعني في مستوى معين كده ما بيبقاش شايف المستويات الدنيا، يعني المستويات اللي تحت. فانت تعال اتكلم باسم السريحة وتعال اتكلم باسم الشغيلة وباسم العمال وباسم اصحاب المزارع اللي في فيلم. مستنيينك الحلقة الجاية يا أستاذ محمد نوار، تيجي تشرفنا تحكي فيها عن مشاكلك ومشاكل بيرما. سعيد جدا بلقائي معاكم النهاردة. إن شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 11 نقابلكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.